ماذا وراء التجاذبات السياسية في تونس على خلفية قضية هيئة الدفاع عن القياديين اليساريين المغتالين شكري بلعيد ومحمد البراهمي؟ هل تعكس الدعوة القضائية التي تعتزم هيئة الدفاع المذكورة رفعها لحل حركة النهضة تصعيداً ومنهجاً ضد الحركة؟ ما تداعيات التطورات السياسية على المسار الديمقراطي التونسي؟ هذه الأسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان تونس مطبات سياسية في مسار ديمقراطي.